ديلي روتين هو الحاجات اليومية أو الروتين اليومي اللي بنعمله كل يوم. زي إيه الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها every day أو daily يوميا؟ daily routine. Like get up, نصحى. Get up, نستيقظ. Get up. ناكل فطار. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. نمشي للمدرسة. Walk to school. Walk to school. إيه كمان؟ نتناول الغداء. Have lunch. Have lunch. Have lunch. نشرب مية. Drink water. Drink water. Play tennis. نلعب رياضة. Play tennis. نلعب رياضة التنس. Go home. نذهب للمنزل. Go home. يعني بعد المدرسة. Go home. نذهب للمنزل. Agree to. الديلي روتين هو الروتين اليومي اللي بنعمله كل يوم. إن إحنا نصحى، ناكل، نروح للمدرسة، نتغدى، نشرب مية، نذهب إلى المنزل، نرجع لبيتنا. هو ده الديلي الروتين بتاعنا. طب يا ميس، مش لازم الديلي الروتين ده، الديلي الروتين دول نعملهم ولما يكون عندنا ساعة معينة؟ يعني نصحى مثلا الساعة 7، نفطر الساعة 8، نعملها ازاي؟ احنا اتعلمنا مع بعض ان انا عندي اوكلوك اللي هي الساعة، وقلنا ان لما تكون الساعة مظبوطة يعني يكون اللونج هاند عند ال 12 بنقول it's 3 او 4 او 5 اوكلوك. طب يا ميس، لما يكون بقى الساعة وربع الكلوك بتاعتنا، اللونج هاند عند 3 والشورت هاند عند أي نمبر تاني like 4، it's quarter past 4. طب يا ميس، لما يكون اللونج هاند بتاعتنا عند 6 يعني ساعة ونص، هنقول it's half past 7. طيب، لازم نتعلم ان الديلي روتين او الحاجات اللي بنعملها كل يوم بنستخدم معاها البريزنت سيمبل، بنستخدم معاها الزمن او الوقت اللي بيعبر عن حاجة بتحصل عادة في حياتنا، اللي هي habits او facts، حاجات حقيقية، اللي بنقول عليه البريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل، والبريزنت سيمبل هو الزمن او الحاجه، الطريقه يا جريد تو ان احنا بنستخدم او نقول ان احنا بنعمل الكلام ده على طول على طول على طول، كل يوم كل يوم كل يوم، عاده في حياتنا في البريزنت سيمبل. اتعلمنا مع بعض برضو ان البريزنت سيمبل بيتكون من تو تيمز، يعني فريقين. ممكن كده يا مريم خليك تفكرينا بيه، الفريق اللي بيحب الاس لايك اس والفريق دونت لايك اس. مريم خالد، يبقى عندنا السبجكت الاول، مين الفريق الاول اللي دونت لايك اس ما بيحب الاس؟ اي اللي ما بيحبش الاس، دونت لايك اس. الاي والزي والوي وزي، اي وزي ووي ويو، دول لايك ولا دونت لايك اس؟ بياخدوا الفيرب بتاعنا، في اس ولا ما فيهوش اس يا مريم؟ ما فيهوش اس. طب الفريق الثاني، يلا يا اروى، مين الفريق الثاني اللي بيحب الاس يا اروى؟ هي وشي وات، الهي والشي والايت، واي اسم سينجولر، اي اسم مفرد هياخد الفيرب بتاعه بلس اس او اي اس، يعني بنضيف له اس او اي اس. طيب ممكن تفكرنا يا ياسين، امتى الفيرب بتاعنا نضيف له اي اس؟ امتى الفيرب بتاعنا نضيف له اي اس؟ مين اصحاب الشمس الشموسه بتاعتنا يا سينا؟
عارفة من حوض الشمس الشموسة ال اس اس وال اس وكمان ال سي وكمان اتش. ال سي اتش وكمان ال اس اتش وكمان اوكي ال اكس اكس وال او والاو وكمان ال في. وكمان الزي، دول اصحاب شمس الشموسه. كل الناونز او الفيرب اخرهم حاجه منهم فاحنا بنحط لهم اي اس. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ هوريكم يا دلوقتي. مس يس يا جولي، عايزه تقولي ايه؟ يعني انا مستحيل ازاي الاي دلوقتي لو انا عندي يا جولي، لو انا عندي فيرب اسمه جو، يذهب، وعايزه احط للفيرب ده اس، يعني عايزه اقول هي هو يذهب، يبقى انا لازم احط الجو اس. لما اجي احط الاس، الاو دي تزعل مني تقول لي يا جولي انا الاو من اصحاب شمس الشموسه، من اصحاب الشمس بتاعت الشمس الشموسه، انا ما باخدش اس على طول. امال بتاخدي ايه يا او؟ باخد اي اس. باخد ايه يا جولي؟ اي اس اي اس. يبقى احنا هنا هنخليها جوز، هنخليها ايه يا جولي؟ جوز. طب بصي يا اسيل، لو انا عندي فيرب زي فيرب واتش، يشاهد واتش، وعايزه اضيف له اس، ينفع يا اسيل اضيف له اس على طول؟ لا، اعمل ايه مثلا مع شي؟ احط واتش واتش اور واتش واتش ها؟ اوتش اوتش هضيف لها ايه؟ هضيف لها ايه؟ اوتش اتش اي اس سي اس، عشان السي اتش الاخيره دي بنبص على الاخير يا جولي. الاي السي اتش الاخيره دي انا من اسيل اصحاب. جولي. اوكي، ما انا بفهم جولي اللي هي ما كانتش فاهمه. انت فاهمه يا اسيل؟ السي اتش دول من اصحاب شمس الشموسه اللي بياخدوا اي اس، علشان كده جو ووتش لما نيجي نضيف لهم اس بنحط لهم اي اس. ثانك يو يا اسيل. طيب يا ميس، يبقى احنا عرفنا كده ان في اصحابنا الفريق اللي بيحب الاس هو الهي والشي والات، ودول بياخدوا الفيرب بلس اس او اي اس. امتى بنحط اي اس؟ لما يكون عندنا اس او اس اس او سي اتش او اس اتش او اكس او 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 زي. طب يا ميس، طب احنا دلوقتي عاوزين نعمل سنتنس، يعني عايزين نعمل جملة، بس برضو نقول الحاجة دي بنعملها امتى. طالما هنقول الحاجة دي بنعملها امتى، يبقى هنقول clock ساعة، وعشان اتكلم عن الساعة قبل الساعة بنحط at، قبل الساعة بنحط at. طب يا ميس نعملها ازاي؟ طيب تعالوا نجرب كده. عبد الرحمن الملاح، بصي يا عبد الرحمن، انا بصحى كل يوم الساعة 7، يلا عايزين نقولها دي 7 بالظبط. اي اي get up، اي get up 7 o'clock. لا، لازم قبل الساعة نحط مين؟ at 7 o'clock. بالظبط كده، يبقى اي get up at 7 o'clock. يبقى قبل الساعة، قبل الكلوك بتاعتنا بنحط at. at الساعة دي عند 12، يبقى at 7 o'clock. مظبوطة، 7 بالظبط. قبل الساعة نحط at، قبل الساعة نحط at. اوكي، يلا يا ابو، يلا عبد الرحمن محمد. عايز اقول يا عبد الرحمن ان هو بيتناول فطاره الساعة 7:30. هو بيتناول فطاره الساعة 7:30. هو يبقى he eat breakfast. قبل الساعة نحط ايه؟ at. هقولها ازاي 7:30؟ لا، ما نقولش اتس بقى، طالما حطينا ات ما نقولش اتس. بس خلي بالك ان في حاجه غلط عندك، في حاجه ناقصه عندك السنتنس بتاعتك. ها اتس
حرف بس. يبقى at at half الكوتشي seven. half past seven. طب في حاجة ناقصة عندك يا عبد الرحمن، عارف ايه؟ حد يقول لنا كده ايه اللي غلط عند عبد الرحمن؟ سايبه المفروض ايه؟ المفروض ان الفيرب الاس الاس بتاعت الايت، عشان الهي والهي والايت من الفريق اللي بيحب الاس، يبقى هي ايت بريكفاست. والله انا سمعتها ايت بس يا عبد الرحمن. هي ايتس بريكفاست ات، قبل الساعه نحط ات، ات half past seven. طب قولوا لي، حطينا وحطينا اتس خالص، اتس لا، حطينا ات يبقى نمشي اتس خلاص، اتس مشيت. طيب اوكي، يلا يلا يا مريم طه. مريم انا عايزه اقول يا مريم ان هي بتتناول الغداء الساعه واحده. يلا يا مريم. هي she eats يتناول الغداء اسمها have lunch. هتقولي she have or she has يا مريم؟ she has. have ولا has يا مريم؟ she has. يبقى she has lunch الساعة 2. قبل الساعة نحط إيه يا مريم؟ إيه؟ آت. قبل الساعة آت، يبقى آت 2 o'clock. 2 o'clock. o'clock مظبوطة. يبقى she has lunch at 2 o'clock. o'clock. she has lunch at 2 o'clock. حطينا ليه has؟ حطينا ليه has؟ لأن الverb have مع الهي والشي والإت بياخد has. الهي والشي والإت ياخد has. مع الاي والزي والوي واليو بياخد have. هنا has، ومع الاي الزي وي يو have. يتناول الغداء have lunch. have lunch. وقبل الساعة بنحط ايه يا جريد 2؟ قبل الساعة at. قبل الساعة at. قبل الساعة at. اوكي يا عبد الرحمن. يلا لما. لما موجودة؟ ensemble هو فريق ايه؟ فريق بيحب الاس ياخد الفيرب فيه اس، وفريق don't like اس ما بيحبش الاس. طب يا ميس تعالي بقى نستخدم not. لو انا عندي sentence بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان she plays the tennis at 3:30. she plays the tennis at 3:30. يعني 3:30. عاوز منك تستخدمي not. عايز منك تقعد تستخدمي مين؟ not. not عشان خاطر not نستخدمها في البريزنت سامبل. طب ايه المشكله ان انا احط الاس؟ ما هي شي بتحب الاس. علشان خاطر استخدم not يا جريد 2 مع البريزنت سامبل لازم اجيب حد يساعدنا عشان ناخد not. بنجيب لا اما does يا اما does يا اما do. اما does يا اما do. والدو والدز اللي هم الهيلبنج فيرب اللي بيساعدونا يا تقى، قالوا لنا ان احنا هناخد نط تنط جنبينا تكون doesn't او ايه يا تقى؟ او دو او دونت. doesn't او don't. doesn't ودونت لازم نستخدمها. doesn't ودونت لازم نستخدمهم يا تقى يا رؤى after subject، يعني بعد السبجكت، يعني نحطهم هنا اهو. يلا هنقول ايه اول حاجه؟ She doesn't play. نشيل منها الاس. ليه شلت الاس؟ عشان اللي بعديها هي القطه بتاعتنا
داز هي القطة بتاعتنا يا جريد تو، يبقى لازم تهرب مين؟ لازم يهرب الفار بتاعنا هو الاس من بلايز، يبقى شي doesn't play، وننزل باقي الكلام كله زي ما هو. طيب ممكن كده تقولي لي يا تاليا مين بقى الفريق اللي هياخد doesn't ومين الفريق اللي هياخد don't؟ ايه اللي هياخد doesn't she he و she و it، ولا ياخد يبقى الهي والشي والإت. اوكي مين هياخد don't؟ اللي هياخد don't they و you وي و وانا ايه؟ واي. برافو عليكي. قولي قولي يا جولي. ثانك يو جولي. مين بياخد الدونت يا جولي؟ مين هياخد الدونت من السبجكتس بتاعتنا؟ زي وي يو وي ويو واي واي. في واحد ناقص لسه. هما زي زي، يبقى هما دول اللي بياخدوا دونت. طب يا ميس لو انا عندي يا مريم خالد، لو انا عندي ساره، ساره هياخدوا دونت ولا دازنت؟ دازنت دازنت يا لان ساره هي شي والشي بتحب الاس، هتاخد دازنت لايك. طب لو انا عندي، لو انا عندي يا اروى، لو انا عندي اروى علي اند عمر، علي اند عمر هياخدوا دونت ولا دازنت؟ هاي اروى دونت. ليه دونت علي اند عمر؟ لان علي وعمر دول زي، وزي من الفريق اللي بيحب مين؟ بيحب الاس. بيحب ولا ما بيحبش؟ ما بيحبش الاس. يبقى العمر اند علي زي، وزي ما بيحبوش الاس. لما يكون عندنا الدونت الدونت او الدازنت، لازم نحط الفيرب بتاعنا من غير الاس. الدونت او الدازنت لازم نخلي الفيرب بتاعنا بدون اس، باي باي اس. طيب كمان بيفكركم ازاي تعملوا يس اور نو كويستشن في البريزنت سامبل. يس اور نو كويستشن اللي هو اسئله هل، يعني عاوزين نسال هل انت بتصحى بدري، هل هو بيروح يمشي للمدرسه، هل هي بتتناول الفطور، عشان نعمل الكويستشن بهل في البريزنت سامبل لازم نبدا فيديو تيتشر مس. يس يا مين فيديو تيتشر. تاني احنا اتفقنا ان البريزنت سامبل هو الفريق اللي بيحب الاس اللي هي شي ات، يعني لما يكون عندنا علي او يكون عندنا هي، يبقى نختار اي فيرب يكون فيه ايه يا جريد 2؟ اس. اي فيرب يكون فيه اس، يعني نختار gets up، نختار plays، نختار has، لان الهي والشي والات من الفريق اللي بيحب الاس. طب يا ميس لما اجي بقى استخدم النط، يعني اقول الكلام ده ما حصلش، طالما هستخدم النط يبقى هستخدم معاه doesn't. doesn't مع الهي والشي والإت، هستخدم doesn't. وطالما هي أسيل doesn't موجودة، يبقى لازم نحط get من غير S، الإس تمشي، ولازم نحط plays من غير S، ولازم نحط have بدل has، لأن طالما doesn't موجودة يبقى الإس تمشي، طالما doesn't موجودة تبقى الإس تمشي. طيب سؤال مريم كان بيقول إيه؟ ليه يا ميس لو أنا عندي علي and عمر، علي اند عمر، استخدم دونت؟ ليه لما يكون عندي اند علي اند عمر استخدم دونت؟ ببساطه كده عشان جماعه تيتش علي اند عمر يعني هما، وهما بياخدوا مين؟ زي من الفريق اللي ما بيحبش الاس. هيا مريم، عمر علي اند عمر دول زي، وزي من الفريق اللي ما بيحبش مين؟ الاس. هيا مريم ما بيحبش مين؟ الاس. عشان كده اخترنا دونت. طيب لو كان علي وحده، علي وحده، علي هياخد دازنت. ليه علي هياخد دازنت؟ عشان علي ده هي، وهي من الفريق اللي بيحب مين؟
لا الاس طب علي وعمر اتنين يبقى ما يحبوش الاس، واحد بس سينجلر يبقى ياخد doesn't، برولر جمع يبقى ياخد don't. انتوا الجزء ده او بنقول عليه اسئله هل. طب يا ميس عشان نعمل اسئله هل في البريزنت سيمبل يبقى احنا لازم نبدا لا اما بدو اور داز. عشان نعمل كويستشن بهل نبدا بدو اور داز وبعد كده بنحط السبجكت. الدو بياخد مين؟ ياخد اليو او الزي او الوي. الداز بتاخد مين؟ الهي الشي الات. يبقى الاول دو او داز وبعد كده نحط السبجكت بتاعنا وبعد كده بنحط الفيرب. يعني ايه يا ميسي الكلام ده؟ عايز اقول هل هو يلعب تنس؟ هل يبقى نبدا بدوز هي بلاي مش مثل ار تنس. ايه يا حبيبي؟ ميس عند الحته اللي هي بتاخد دو او داز، الداز ديت فيها ار المفروض تتحط ايه؟ فيها ايت. اوكي شطوره رؤى. يبقى دو او داز وبعد كده بنحط السبجكت بتاعنا بنسال مين وبعد كده بنحط الفيرب بتاعنا. ابدا ابدا في الكويشن في السؤال ما نحطش فيه اس. يبقى داز هي بلاي تنس. داز هي بلاي تنس. هل هو بيلعب تنس؟ ولما اجي اعمل اجابه اجاوب يبقى اجاوب لا اما بيس أو نو، يس أور نو، وأعمل كوما وبعد كده أعمل مقص. يس هي داز، فول ستوب. نو هي دازنت، وما ننساش النط مع النو. نو هي دازنت، وما ننساش النط مع النو. يبقى لما يكون عندنا كويستشن أوله دو أو داز، الكويستشن بتاعنا دو أو داز، يبقى نجاوب عليه بيس اور نو ونعمل مقص الهي نزلها والدوز ننزلها. هي ننزلها ومع النو ننزلها دازنت. تعالوا بقى ندخل لينك تاني نفس اللينك ده ندخله تاني علشان خاطر نشوف الاكسرسايز اللي على البريزنت سيمبل. اوكي هنحل كتير اكسرسايز مع بعض.